إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. التقوى رأس الأمر كله. نسب إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في أمر التقوى: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات بليغات تلخص معنى التقوى. فالتقوى رأس الأمر كله. أمرنا الله عز وجل في كثير من آيات القرآن بتقوى الله، ومما ورد في آي الله الحكيم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذا مقام سامق، مقام سامق، مقام شامخ. وفي الوقت نفسه أمرنا الله عز وجل أن نتقيه بقدر المستطاع، كما في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. على المؤمن الذكي أن يتأرجح بين مستويين، بين المستوى الأعلى إن استطاع، ولا ينخفض ولا ينزل تحت المستوى الأدنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ذكرنا الله عز وجل بالأصل المشترك، بالأصل الإنساني المشترك، سورة النساء: لكي لا يفتخر بعضنا على بعض، لكي لا يتعالى بعضنا على بعض، فنحن بشر نسير فوق الأرض، كما قال ربنا عز وجل: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا هو الأصل المشترك، وبه نستحق الكراء التكريم الرباني. فكرامة الإنسان في آدميته، كما قال ربنا في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم فكلنا سواء، فكلنا سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في سورة الحجرات الآية 13. هذا هو الميزان العادل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتناكروا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يتق الله، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آيات كثيرة وردت في الذكر الحكيم تدعونا إلى التخلق بخلق التقوى، تقوى الله جل جلاله. إذن الأمر الأول في التقوى
الخوف من الجليل سبحانه وتعالى الذي يخاف الله عز وجل لا يظلم، الذي يخاف الله عز وجل يفكر في عاقبته، يفكر في أمر الآخرة. وتقوى الله هي التي تبصرنا بأمر الآخرة، تبصرنا برحلة الخلود، لأن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. فالإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذب الدنيا. الأمر الثاني العمل بالتنزيل، والمراد بالتنزيل هنا الكتاب والسنة معا. وربنا عز وجل قال في سورة الجاثية في الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالتنزيل هو الذي يهدينا إلى أقوم سبيل في جميع ميادين الحياة، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. الأمر الثالث في التقوى القناعة بالقليل. القناعة كنز لا يفنى. من أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. القناعة بالقليل، القناعة هي صمام أمان تمنع الإنسان من أكل الحرام، من التعدي على حقوق الناس، من أكل أموال الناس بالباطل. القناعة بالقليل. والأمر الرابع الاستعداد ليوم الرحيل. كلنا إلى فناء، حياتنا الدنيا قصيرة ولو طالت، وحياتنا تنتهي بشهيق أو زفير، وكلنا إلى ذلك المصير. قال ربنا عز وجل: ولكل أجل كتاب. وقال أيضا: وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت حق لا ينكره باطل، لذلك وجب علينا نقلا وعقلا أن نحضر الزاد لرحلة الخلود التي تبدأ بالموت. قال ربنا عز وجل في آخر ما أنزل في القرآن الكريم في الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله عز وجل في الآية 110 من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تحفظنا من كل بلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استووا واستقيموا ارحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله